سولتكم في انستغرام ديالي علاش واش بغيتو تشوفوا في الفيديو الجاي، وقلتوا لي بلي بغيتو تشوفوا الجزء الثاني ديال القصص القصيره اللي كيكون فيها شي حكمه ولا شي عبره قويه. ديجا درنا واحد القصص قبل وعجبوكم بزاف، ودابا غادي نزيدكم قصص اخرين اللي حسن كاع من دوك الاولين اللي كنذكرت. فالا بغيتي حتى انت يكون عندك صوت شنو تبغي تشوف في الفيديو الجاي، خاصك ضروري تكون داخل عندي الانستغرام اللي هو هذا باش تكون قريب ليا لاكثر درجه، وما غنضيع لا وقتك لا والو، يلا ندوزو ديريكت لاول قصه معانا. وبغيت نبدا بالعاني بهذه القصه هذه حيتاش كنظن انها اهم قصه صراحه في هادشي كامل، اللي غادي تعطيك واحد الموتيفاسيون دير اي حاجه في حياتك وتقدر كاع تغير التفكير ديالك في بزاف ديال الحوايج. في واحد الصباح كان واحد الراجل شارف كيتسارى في البحر وجالس كيتمشى في الرمله، هو يشوف واحد المنظر في شكل، شاف واحد الدري صغير قريب للماء ديال البحر وكيشدوك نجم البحر اولا ستار فيش، ها هما راه دايرين بحال هكا، وكان كيشد هذوك اللي كانوا مليوحين في الرمله حيتاش كتكون كتخرجهم الموجه ديك الساعه وكيولي يلوحهم في الماء عاوتاني. فجاء عنده ذاك الراجل الشارف وقال ليه شنو كدير اولي؟ هو يجاوبو الدري وقال ليه الا ما رجعت هاد النجمه هادي للماء فراه غادي تموت، داكشي علاش كنشدوهم وكنعاود نلوحهم في الماء عاوتاني. فهنا الراجل الشارف جا هادشي غريب وقال ليه ولكن هادشي اللي كدير ما عنده حتى شي فائده وماشي مهم لاي واحد، لحقاش كاينين الالاف ديال هاد نجم البحر هنايا وما تقدرش تنقذهم كاملين، اولا دير شي تغيير كبير، فعلاش كتضيع وقتك هنا؟ الدري الصغير كاع ما جاوبو وبقى مكالمي وما غضب ما والو. هو يهز عاوتاني واحد الحوته اخرى ولا لحاف الماء وقال ليه ها هو هادشي اللي كندير مهم لهادي اللي عاد الحداب. صو العبره من القصه هذه انه ما كيهمش حل الفرص ديال النجاح ديال قليله، خاصك تعرف انه اي محاوله كديرها من اجل الهدف ديالك راها محسوبه ومهمه، حيتاش من الاحسن انك تشعل شمعه على انك تبقى في الظلام. اي حاجه محسوبه، اي فعل زوين درتيه باش تغير به شي حاجه راه مهم حيتاش احسن من والو. وحاجه ثانيه اللي خاصنا نتعلموا من هذه القصه صراحه هي ندخلوا سوق راسنا. اصاحبي ولك تصور تكون جالس في امان الله كترمي الحوت حتى يجي عندك شي واحد يقول لك شنو كدير؟ خويا السوق شنو كندير ويلك؟ ولكن هانيه في هذه الحاله هذه حيتاش كون الراجل الشارف دخل سوق راسه وكاع ما يخلقوا لينا هذه القصه الجميله هذه وكاع ما غندير فيديو انايا. هاد القصه الثانيه اللي غادي نقول دابا انا متاكد غادي تبدل فيك على الاقل شي حاجه صغيره، حيت الصوره ديالك على السعاده غادي تغير 180 درجه. واحد الجروب ديال الناس كانوا بهم 100 واحد وكانوا في واحد المحاضره على تطوير الذات والسيلف ديفلوبمنت وهاد المواضيع هادو، فهذاك اللي كان تماك جامعهم قرر انه يدير واحد التجربه صغيره، فشد كل واحد من دوك ال 100 اللي كاينين تماك وعطاهم واحد النفخه نفخه لواحد، ومن بعد قال لهم كل واحد يكتب سميتو في ديك النفخه اللي عنده. من بعد ما سالا وشد دوك النفخات كل هم واللي العدد ديالهم 100 طبعا وحطهم في واحد البيت وقال لهم غادي تدخلوا لهذا البيت هذا وغادي تحاولوا تلقاو النفاخه اللي بالسميه ديالكم وعندكم فقط 5 دقائق. وكتشوف كلشي داخل تماك شي كيغطي على شي وكل واحد كيحاول يلقى النفاخه ديالو باش يربح، ولكن عرفتي شنو غادي يطرى هنا؟ دازت 5 دقائق وحتى شي واحد ما نجح، حتى واحد ما لقى النفاخه ديالو اللي مكتوبه فيها سميتو حيتاش كاينه 100 نفاخه تماك، احتماليه انك تلقى نفاختك هي 1%، علما ان النفاخات كانوا كاملين بنفس اللون. وقال لهم صراحه كنت متوقع هاد النتيجه هادي وان راه حتى واحد ما غادي ينجح فيكم، وقال ليهم دابا غادي توليو تدخلوا لذاك البيت ولكن هاد المره فاش غادي تلقى شي نفاخه ولكن فيها السميه ديال شي واحد اخر غادي تعيط لهذاك خونا وغادي تعطيه النفاخه ديالو وديك الساعه عاوتاني غادي تكمل التقلاب على النفاخه ديالو. بهالطريقه هادي وفي اقل من 3 دقائق كاع اللي كانوا تماك دوك ال 100 كاملين لقاو النفاخات ديالو، وهو جمعهم عاوتاني وقال ليهم هادشي اللي طرا لكم مع النفاخات هو النيت اللي كيطرا لكم مع السعاده اللي كتقلبوا عليها، كتحاول تقلب على السعاده شحال ما قديتي ولكن ما كتلقى حتى شي حاجه حيتاش انت ما عارفش باللي السعاده ديالك كتلقاها فاش كتخلي الناس الاخرين سعداء. فالعبره من هذه القصه هذه ان السعاده نادرا ما كتجي غير منك انت بوحديتك زعما انت مع راسك، ولكن ديما كتجي من انك دير حوايج زوينه للناس اللي دايرين بك، ولا عاونتي الناس عارف انك راك كتعاون راسك انت هو الاول. ودابا عاد فهمت صراحه فاش ابو فله كان ديما كيقول باللي اعلى مراتب السعاده هي اسعاد الاخرين. فري راه ما كانش كيكذب صراحه. دابا هذه القصه اللي غادي نقول دابا حتى هي مهمه، كاع القصص اللي كنقول اصلا مهمين. لا بصح هاد القصه غادي تنفعك بزاف، خاصه للناس اللي ديما حايرين في شنو يختاروا، واش نختار هادي ولا هادي، واش ندير هادي ولا هادي. الا كنتي من هاد النوع هذا اسمع مزيان شنو غادي نقول. كان واحد الحمار فيه الجوع بزاف، ما كنقولكش انت حمار ولكن غير خليني نكمل اصاحبي مالك. هاد الحمار هذا لقى خدامه واحد جوج بالات كبارين ديال التبن وبدا كيشوف في هادي ويولي يدور يشوف في الاخرى وكان حاير فين اللي يمشي يختار بيناتهم باش ياكلها، فبقى كيفكر 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 حتى مات بالجوع في الاخر. هادي قصه غير حقيقيه طبعا حيتاش واخا تكون حمار راه غادي تمشي تاكل شي وحده فيهم، ولكن ضروري كان خاصها تكون بحال هكا باش يقدروا يوصلوا لك هاد العبره هادي، واللي هي انه ديما دير الخطوه لقدام حتى الاول، ديما تكون المبادره منك انت، ما تصبرش بزاف حتى يجي واحد الوقت فين تلقى الفرصه ضاعت عليك، فديما
تلاح على اي حاجه جات قدامك واستمتع بالنتائج سواء كانت زوينه ولا خايبه. وحاجه اخرى اللي بغيتك تبقى عاقل عليها مزيان واللي هي ما كاينش شي حاجه سميتها اختيار صحيح اولا اختيار خاطئ في الحياه. ورابع قصه اللي عندنا اليوم وهاد القصه زوينه صراحه وغادي تعلمك واحد الدرس اللي مهم بزاف وخاصه الناس اللي كيحكموا على ناس اخرين بلا ما يعرفوا القصه ديالهم كامل. واحد النهار كان واحد الراجل هو ولده اللي عنده 24 عام كان في واحد التران غاديين وكل مره داك الولد كان كيقول واو الوالد شوف كيفاش الشجر والارض كيتحركوا اللور. عاود شويه كيقول واو شوف الوالد كيفاش السحاب والشمس كيتسابقوا معنا. فالناس اللي كانوا راكبين معاهم في داك التران ما عجبهمش الحال وكيسحابهم باللي راه الدري حمق. حيتاش الولد صدعهم بداك التخربيق وراه التران اللي غادي لقدام ماشي داكشي اللي كيرجع اللور وهذه راه دري عنده 5 سنين يقدر يعرفها يعني شي حاجه عاديه. فقالوا الباب باللي راه خاصك دي هذا الولد للطبيب حيتاش راه ماشي طبيعي. هو يجاوبهم الاب وقال لهم باللي راه بصح عندكم الحق وراني ديته للطبيب. انفاكت حنا الا كنا عنده دابا وراجعين في حالنا للدار والحمد لله ولدي الله رجعوا ليه عينيه من بعد ما كانش كيشوف حياته كامله. شيت صاحبي انا متاكد دوك الناس اللي كانوا حكموا على الدري وهضروا وما كرهوش يحفروا الارض ويتخشوا فيها بقوه دوك الجادجمنت والاحكام اللي حكموها. فالعبره من هذه القصه هذه انه ما عمرك تحكم على شي واحد ما كتعرفوش حيتاش كل واحد فينا عنده شي قصه اللي غير هو اللي عارفه حيتاش من بعد غادي تقدر تصدم كيف ما طرا دابا. كانت هذه غادي تكون اخر قصه ولكن حيتاش مؤخرا ما بقيتش كنبوستي بزاف وكنظلمكم شويه من ناحيه المحتوى راكم عارفين الفتره ديال الامتحانات كيفاش دايره واخا كل ما كنقراش راه كيكون المورال طايح وداكشي علاش غادي نزيدكم واحد القصه هكا اخرى من عندي. يلا غير ما تقلقش ليا سيدي هذه القصه هذه طويله ولكن حنا غادي نردوها قصيره شويه وغادي ناخذوا منها غير داكشي اللي مهم وداكشي اللي خاصنا. اوكي واحد الراجل سميتو كولونيل ساندرز ما غنوريكمش تصويرته دابا ولكن غادي نوريها لكم حتى نسالي القصه. هذا الراجل هذا كان فقير وعايش غير على الاعانات ديال الدوله اللي كانت كتعطيه 99 دولار في الشهر. كان كيعيش في واحد الدار اللي صغيره بزاف وعنده واحد الطوموبيل اللي قديمه ديما كيتقاتل معاه باش تخدم. وخاصك تعرف ايضا انه كانت عنده 65 عام. فكان جالس واحد النهار وقال صافي خاصني ضروري نلقى شي حل لحياتي وندير شي تغيير. فبدا كيفكر شنو يقدر يدير اولا مناش الناس يقدروا يستافدوا منه. هو يتفكر باللي ديما صحابو كان كيعجبهم داك الدجاج اللي كان كيصايب ليهم يعني ديك الوصفه اللي كان كيستعملها كانت خطيره بزاف وبنينه. فقال صافي لقيتها غادي نشد هاد الوصفه هادي ونبيعها للمطاعم اللي كاينين. فخرج من ديك المدينه اللي كان ساكن فيها ومشى لبزاف ديال المدن وكيدور على اي مطعم لقاه وكيقول لهم باللي نعطيك هاد الوصفه هادي ديال الدجاج مقابل انك تعطيني نسبه من كل وجبه بعتيها بهاد الوصفه هادي يعني المحل ما غادي يخسر والو. ولكن ديما كان كيلقى الرفض وحرفيا ترفض 1000 مره. تصور معايا الصاد ترفض 1000 مره يعني شوف شحال بنادم مقاتل على الهدف ديالو. انا متاكد كلكم ما ترفضتوش حتى التولد ديال هذا العدد هذا حيتاش اغلبيه كيفشل من اول اولا ثاني رفضه. ولكن هذا الراجل هذا ما عمرو استسلم وبالضبط في التجربه ديالو رقم 1009 غادي يسمع اول واول موافقه من عند واحد المطعم وهذا الراجل هذا غادي يغير امريكا كلها في كيفاش كتاكل الدجاج اولا المفهوم ديال الدجاج بصفه عامه عند الناس. ليديز اند جنتلمان رحبوا معايا بالولاده ديال كنتاكي فرايد تشيكن اولا اللي كلشي عارفه دابا بكي اف سي. والتصويره ديال هذا الراجل واللي هي هذه وهي النيت اللي كاينه في اللوغو ديال كي اف سي. فالعبره من هذه القصه هذه انه ما عمرك تستسلم على الاهداف ديالك وخا تلقى صعوبات كبيره في حياتك. حيتاش اول حاجه انت ما عندكش 65 عام انت باقي صغير وانا متاكد غادي تلقى نجاح قبل ما غادي ترفض 1000 مره. فثق في راسك وما تخليش فشل واحد انه يحطمك وتقول صافي انا غادي نحبس هنايا. القصه هذه جابت لي واحد الفكره زوينه صراحه واللي هي نبقاو ندويو مره على هاد المشاريع الناجحين وكيفاش حتى بداو بحال مثلا كنتاكي ولا مثلا المره الجايه نقدروا نهضروا على ماكدونالدز حيتاش قصه ناضيه صراحه وكيفاش كان مولاها فقير ولكن من موراها لقى نجاح كبير وتبدلات حياته. حيت حتى انا صراحه مهتم بهاد الانواع ديال القصص هادو فقول لي الراي ديالك في التعليقات حيت الصراحه بغيت نعرف الراي ديالك في هذا الموضوع. شكرا بزاف حيتاش تفرجتي في هذا الفيديو هذا. خلي معك واحد لايك واشتراك في القناه راه فابور وتقدر تحيده فوق ما بغيتي. وايضا دوز عندي الانستغرام راه كنكون تماك اكتيف فيه بزاف وكنبارطاجي شويه من الحياه اليوميه ديالي. فكان معكم بلاك ونشوفوا فيديو جديد وبيس.